البنات صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير؟ كلشي مزيان؟ الكيسه كتكبر شويه؟ انا مزيان الحمد لله. دابا الحمد لله واحد 15 يوم دازت شي شويه صعيبه عليا، انا عارف لكم شنو بقى فيها. هذاك الشيء علاش ما قديتش نحط فيديو الجمعه اللي فاتت، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف. واخا انا كنت وعدتكم غادي نحط، نبقى نحط كل جمعه فيديو. السيمانه اللي فاتت كانت واحد السبب اللي كبر مني، ما قديتش نهائيا انني نهز الكاميرا. المهم نعاود لكم كلشي بالديتاي. هذا الفيديو غادي يكون شي شويه طويل، حيت غادي نهضر بزاف وغادي نخلط جوج فيديوهات في واحد. غنحاول انني ما نكثرش الهضره بزاف، نحاول ما نهضرش بالزربه وما نصرش الهضره، ونحاول انني ما نطولش عليكم. اللي عندها شي كويز ولا تاي ولا شي طاس ديال التيزان ولا شي حاجه اللي تقدر تشربها، تجلس مع راسها تكا ولا شي حاجه وتفرج. غادي نهضروا بحال الصحابات، نهضروا بحال الخواتات، بحال الجليسه ديال الصحابات. دونك ريلاكس، ما غاديش نستريساو في هذا الفيديو. قبل ما نبداو نقول لكم بعدا علاش غنهضروا في هذا الفيديو، باش تكون عندكم فكره. غادي نهضروا على لي دو سيمين لي دازو، دونك لا 15 سيمين ولا 16 سيمين، دونك الاسبوع 15 و 16 غنهضروا عليهم. غنحاول انني ما ندخلش بزاف في التفاصيل، غنقول لكم شنو وقع ليا في السيمانه اللي فاتت 15 وشنو وقع ليا في 16، الاعراض لي سامبتوم الوحام، واش تزاديت في الوزن. نهضروا على ديفلوبمون ديال البيبي، واش تيكبر، شحال تيكبر، وهذه. من بعد غادي نهضروا على واحد جوج ديال المواضيع، الاول هو التوكسوبلاسموز والثاني هو الجنس ديال البيبي، وفي الاخر غادي نجاوب على الاسئله ديالكم. غادي نبداو. دونك لا سيمين 15 اسبوع 15 كان داليا في نهار الجمعه اللي حطيت فيها اخر فيديو. هذيك الاسبوع داز عليا صعيب بزاف 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 بزاف. كيف ما كنت قلت لكم في الاواخر، وليت كنتحرك بزاف، وليت كنخرج بزاف، وليت يعني ما بقيتش كنعطي الخاطر راسي، ما بقيتش كنعقل على راسي واش فيه الجوع ولا ما فيهش الجوع، واش عييت ولا ما عييتش. غير جرى 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 جرى. راجلي خدام في مدينه اخرى، دونك صعيب علي، يعني كلشي كيتحط عليا انا، كلشي خاصني نديرو انا. دونك كانت سيمانه كانت مشارجيه بزاف، وتحركت فيها بزاف، ومشيت لبلايص كثار، وتلاقيت بالناس كثار، وصافي ذاتي ما قداش مازال تستحمل. نهار الجمعه اللي يلا دخلت فيها الاسبوع 15 حسيت بحال غادي تجيني لاغريب، حلقي بدا كيضرني، وهذا الشيء راه تيوقع لبزاف ديال الناس. يعني حداو راسكم، هذا فيروس راه كيدور في هذه الوقيته هذه. شويه بشويه صوتي غادي وكيمشي. هذاك النهار ما زكيتش، كنت جالسه عند حماتي وغير غدا جايه نمشي ندير هذه، نمشي نقضي غرض هنا، نمشي ندير هذه. يعني كنت كنتحرك بزاف. ما وصلت هذيك 8 ديال الليل حتى مرت، يعني جاتني السخانه، طلعت لي دقه وحده، هذيك السخانه اللي كتسخف، صوتي مشى مره، مابقاش كيخرج لي الصوت نهائيا. وديك السخانه اللي جاتني كانت طالعه بزاف، سخفاتني. يعني ديك السخانه اللي صافي ما كتعقلش على راسك، كتولي غير سد عينيك، غير ناعس، ما كتحكمش في راسك، كتولي لاوي. داكشي اللي كان وقع ليا. المشكله هو ان مع ديك السخانه جاني الوجع بزاف، يعني حيت السخانه مع الحمل ما كيتلاقاوش. جاني واحد الوجع خطير جدا، لدرجه انني وليت تخلعت، كنقول صافي راه شي حاجه غتوقع ليا. يلا دخلت الدوزيام تريماستر، ولكن باقي داك لو ريسك ديال الله يحفظ فوس كوش وداك الشيء. صافي قلت صافي انا جبتها لراسي، ما زكيتش هاد السيمانه كامله على السباب، وصافي هادي هي الاخر، هاد النهار هو الاخر. صافي تخلعت بزاف، ما قديتش نخرج من الدار، بقيت عند حماتي اللي تكلفات بيا مسكينه ورطات لي البال هي ولوجتي باش يهبطوا ليا السخانه. راسي تخلعت حتى هو، كنقول واش غنمشيو لي زورجونس، واش نمشي عند الطبيبه، شنو غادي نديرو. ديك الساعه الليل وانا ما بغيتش نتحرك، ما قدرتش نتحرك، بغيت يعني داتي كنحس بها ثقيله عليا، بغيت غير نتكا، ما قدرتش نهضر، ما قدرتش نشرب، ما قدرتش ناكل، ما قدرت ندير حتى حاجه، ما خديت لا دواء لا حتى حاجه. هبطت ليا السخانه في منتصف الليل، اللي هبطت ليا شي شويه، نعست الصباح فاش فقت باقا فيا السخانه. ولينا كنفكروا في التوكسوبلاسموس، هذا غنهضروا عليه من بعد في هذا الفيديو.
توكسوبلاسموز كنت كنقول صافي هو اللي شديت الراجل اللي قرا لي سامبلون في انترنت قال لك صافي راه هو هذا صافي راه هادي اخرتها. مشينا لابوغاتوار هذيك الساعه عرفت واحد الحاله كنت فيها انا زعما تشوفوني والله ما تعرفوني. مشيت لابوغاتوار غير التحاليل ديال التوكسوبلاسموز باقا ماشي ما عنديش المناعه. صافي دخلت للدار قلت غادي ضروري نعيطوا للطبيبه عيطنا ليها. المهم شرحنا ليها بلي راه ما شنو وقع ليا راه فيها سخانه وهادي وهادي ما بغيتش تهبط وفيا الوجع وفيا التبريشة وما قادش ناكل ما قادش ندير حتى حاجه صوتي مشى شحال من حاجه. شنو قالت ليا؟ قالت لي نقدر ناخذ دوليبران مره في كل 8 سوايع حيت لا فيفر خطيره جدا ما خصهاش تكون في لا غروسيس. الى طولات بزاف كدير دي كومبليكاسيون الله يستر البيبي. قلت لي ضروري انك تمتخيزي هاد لا فيفر ما تخليهاش. وقالت لي بلي راه عندك لا غريب هي اللي غادي هي اللي بدات عندك. قالت لي ما نقدرش ناخذ اي دواء على قبل داك لا غريب. خرجت لي واحد الدواء صيفطاتو لي فواتساب اللي ما فيه حتى شي ضرر اللي من مواد طبيعيه جدا وغير ماشي باش تداوي لا غريب ولكن غير باش تنقص من دوك لي سامبتوم باش ما بقاش مبرسطه بزاف باش نقدر ناكل نقدر نهضر نقدر ندير شحال من حاجه. الدواء سميتو اوسيو اوكسينوم. صافي مشيت خديت هادو. قالت لي بقيت زعما ديري واحد لا كور ديال فيتامين سي طبيعي يعني عصير الليمون الحامض وداكشي. قلت لي خاصك الراحه التامه ما خاصكش نهائيا انك تحركي مازال و تقدري تاخدي دوش باش تهبطي لا فيفر شي شويه. فعلا هذاك الشيء اللي درت تبعته الا ليتر تحسن شي شويه. قديت ناكل شويه هذاك نهار السبت وليت شويه مزيان. فاش رجعت لداري انا ما قديتش مازال طلعت لي السخانه عاوتاني. شديت الفراش صافي هذيك يومين ولا 3 ايام دازت عليا بحال هكا جالسه في الفراش بالسخانه. تما فين حطيت في انستغرام بلي راه غادي نحبس انستغرام نحبس كلشي حيتاش مريضه بزاف ما خاصني ضروري نرتاح. صافي بقيت شاد الفراش شي يامات لدرجه انه ما تنقدش ندي بنتي للمدرسه ولا نجيبها ما تنقدرش نطيب ما نقدرش نشقى ما نقدر ندير حتى حاجه اللي نقدر نديرو هو الناس. حتى الماكله بزاف انا اللي كناكلها كن يعني كنفيق الصباح كنشرب داك الدواء كنشرب لي فيتامين كنشرب لاسيد فوليك وكنشرب داك اوسيو كوكسينو ولا ما عرفت شنو هو وكنحاول انني ناكل شي حاجه وكنعس النهار كامل الليل كامل حتى الغد. يعني هادشي باش دوزت داك الاسبوع 15 دوزتو غير بحال هكا. وسبحان الله داك النهار الجمعه اللي كنت غادي اللي مرضت فيه كنت كنتوحم على اللوبيا البيضاء ومسكينه حماتي صاوبتها ليا وما قديتش ناكلها وبقى فيا الحال علاش ما خديتش اللوبيا بغيت هذيك اللوبيا ولكن ما قداش ناكل. دونك السيمانه كامله دوزت بحال هكا. بقيت تقريبا شي 10 ايام باش بريت باش ورجعت لي لا فورم وليت كنقدر نتحرك وليت كنقدر نخرج من الفراش. وهذه سيمانه 16 اللي انا دابا داخله فيها قربت نخرج كما قلت لكم رجعت صحيحه وهذه شويه شويه. وقال لي واحد بقات لي واحد الكسيده الله يستر بالطوموبيل وبقينا مستريسين وبقينا الجرا والسيرواجي وهذه لدرجه انني كنت كنقول ناري عاوتاني ما غاديش نقدر نحط فيديو هذه السيمانه بقوه التخربيق والطوموبيل خاصني ندير لا ميزون نمشي لاسيورونس والتخربيق كامل. واخا دابا غادي نهضروا على الديفلوبمون ديال البيبي. لا بلاتي فهاد السيمانه لا بلوبار ديال لي سيمبتوم اللي كانوا فيا مشاو. بقى فيا الوجع وبديت كنتقال كرسي كبرات بزاف ولا كيضرني ظهري بزاف ما عرفتش مع البرد ولا مع الثقل. زدت كيلو من شهرين حتى لدابا. دابا انا داخله في انا دابا في 3 شهور ونص تقريبا ندخل في 4 شهور. زدت كيلو الاسبوع 15 يبلغ طول طفلك حوالي 10 سنتيمترات من الراس حتى المؤخره ويزن حوالي 70 غرام وهو تقريبا بنفس حجم التفاحه بحال التفاحه عندك في كريجه. لقد تطور جهازه التنفسي اكثر كما يستخدم قدرته على البلع والمص للتنفس في السائل الامينيوسي الذي يحيط به وهذا تمرين جيد لرئتيه اللتين تنموان. تتصلب عظام هيكل طفلك العظمي وتستمر الأنسجة العضلية في النمو والتطور وتستمر ساقاها القصيرتان في النمو لتصبح أطول كل يوم.
لا تزال عين طفلك مغلقتين لكنهما أصبحتا الآن حساستين للضوء، كما تتطور قدراته السمعية أيضا. بحلول نهاية هذا الأسبوع ربما يستطيع طفلك سماع ضربات قلبك وقرقرة بطنك، حتى أنه قد يسمع الترددات المكتومة لصوتك. أسبوع 16، يبلغ طول طفلك الآن حوالي 11 سنتيمترات من الرأس حتى المؤخرة، وهو بحجم حبة الأفوكادو تقريبا، ويزن حوالي 100 غرام. في الأسابيع الثلاثة المقبلة سيمر طفلك بطفرة نمو هائلة، ويزداد وزنه أكثر من الضعف، يعني غادي يبدأ يتزاد بواحد السرعة هائلة بزاف. كرشك غادي يكبر. كاع البنات اللي تيقولوا فين علاش ما كتبانش ليا كرشي، واش عادي انا في 4 شهور كرشي ما كتبانش؟ دابا غيتحل المشكل، غتكبر كرشك بواحد الطريقه عظيمه جدا، ياك ما تبقايش تشوفي رجليك، ما تبقايش تقدري تلبسي صباطك، ما تبقايش تشكي عاوتاني تقولي علاش كرشي كبيره بزاف. ربما تكون قدرته على المسك قد تطورت الان بما يكفي ليعقد يديه الصغيرتين معا. ومن الصحي تماما ان تكتسبي الوزن في فتره الحمل. إذا بدأت حملك بوزن مناسب لطولك، فقد تكتسبي ما بين 2 و 4.5 كيلو، ما بين 2 كيلو و 4.5 كيلو. أنا الصراحة في الشهر الثاني بديت شفتو كرشي دغيا كبرات هذيك الساعة، وخا البابا كان صغيور، ولكن كنت زدت في هذيك الشهر الثاني زدت 4 كيلو تزادت عندي، ومن هذيك الساعة حتى لدابا زدت كيلو، دونك في التوتال زدت 5 كيلو. المهم تقريبا عادي. أنت تحملين أيضا حجما أكبر من الدم في جسمك، بالإضافة إلى طفلك الذي ينمو والسائل الأمينيوسي الذي يحيط به كي يوسده ويحميه. قد تشعرين بوخز بينما تتمدد الأربطة في حوضك وظهرك. تكون هذه الآلام مؤقتة عادة، لكن احرصي على عدم إجهاد ظهرك وحوضك في الأشهر المقبلة. هذا هو اللي كنحس به في ظهري. تناولي وجبة طعام خفيفة كل يوم، ولا تنسي شرب كمية كبيرة من السوائل يوميا، تقريبا ما بين 6 و 8 كيسان الماء. من الأثر الجانبي للحمل الإصابة بالبواسير، حاولي استهلاك كمية كبيرة من الفواكه والخضروات والماء. اذا قالك عاوتاني الا كان هذا الحمل ديالك الثاني، سي نورمال ان الدات ديالك تكون يعني تكوني زدتي في الوزن بارابور للحمل الاول، هذا طبيعي جدا. دابا غنوري لكم الكريشه قداش كبرات تبارك الله ما شاء الله. وليت كنحس بدقات البيبي من الاسبوع 15. اذا كنتي مازال ما كتحسيش بهم فهاد الوقيتة عادي جدا، يعني كل حمل وفي شكل، كل مرة في شكل. كرشي كيف ما كتشوفوا كبرات على قبل، و يعني حسيت سورتو فهاد الاسبوع هذا 16 حسيت بها وساعات بزاف، لدرجة ان ظهري ولا كيضرني. دابا ولات كتبان، وليت كنبان في الزنقة بلي راني حاملة. ما في الاول كنت كما غير بحال واكلة مزيان ولا معرقة نيت مزيان. دابا غنهضروا على الجنس ديال البيبي، لو سكس ديال البيبي، حيت بزاف اللي كيسولوا على هذا الشيء. والسكس ديال البيبي انا شخصيا عرفت، ولكن كنفضل انني ما نقولوش دابا، حيت واخا هكاك ما مرتاحاش انني نقولها دابا. يمكن فاش نوصل 5 شهور ولا 6 شهور، ولكن دابا ما عرفتش، ما جاتنيش انني نقول شنو عندي دابا، غير اختيار شخصي من عندي. ولكن تيقولوا بلي اللي عندك بنت راه كاينين شي صفات او اللحم او الشكل ديال الكرش، يعني كاينين شي حويجات كيبينوا بلي راه عندك بنت من الاول، وكاينين عاوتاني شي صفات اخرى كيبينوا بلي راه عندك ولد من الاول. حاجه واحده اللي انا متاكده منها ويقينه منها، وانه في الحماله ديالي الاولى عرفت، منين عرفت راسي انا حامله، جاني احساس انني عندي بنت من الاول. سبحان الله، ما عرفتش منين كيجي، ما عندوش يمكن تفسير ساينتيفيك. وحتى هاد المره منين عرفت راسي حامله، عارفه شنو عندي، عندي احساس الداخل ديالي، عندي احساس. البنت اللي هي شويه صعيب انك تعرف في ليكوغرافي واش زعما امتى واش عندك بنت ولا
واش نيت بنت ولا ماشي بنت. البنت ما كتكونش باينه بحال الدري ياك بطبيعه الحال، ما كتكونش باينه بزاف. والطبيبه تقدر تقول يمكن دري ومخبي، يعني مخبي ما بين رجلاته وما يمكنليش نشوف. ما نقدرش نقول لك راه بنت، ولكن الام ما نقدرش نقول لك راه دري. دونك البنت هي اللي كتعطل في الحمل، ما كنعرفوهاش بكري بزاف. الدري كنعرفوه، نقدروا نعرفوه كاع في شهرين. المهم انا اخر مره مشيت عند الطبيبه عرفت هذه السيمانه باش مشيت عند الطبيبه، عرفت بلي راه عندي شنو عندي. كاينين شي حوايج اللي انا الصراحه كنسمعو، مثلا لا فورم ديال كرشك، الا كان كرشك هذا بحال هكا القدام راه عندك دري، ولا كانت واسعه الجناب وشاده لك الجناب راه بنت. انا شخصيا شدني كرشي شاده في الجناب، كنقولوا بنت نديروا لها نقطه ودري صفر. حاجه اخرى اللي كتوهم على الحلاوه وعلى داكشي اللي الفواكه وعلى لي كاطو وعلى داكشي اللي حلو فيه السكر بزاف عندها بنت، واللي كتوهم على داكشي اللي صالي داكشي اللي مالح طواجن او عندها دري. انا شخصيا كنتوهم على داكشي اللي صالي بزاف دابا، دونك ديروا بنت واحد دري واحد. تيقولوا عاوتاني باللي الا كنتي كت فيك الدوخه بزاف وفيك الرضان بزاف وفيك لا نوزي بزاف كل نهار ومعذبه وداكشي وعيانه بزاف عندك بنت، ولا كانت العكس عندك دري. دونك انا في الحاله ديالي بنت واحد دري جوج نقط. تيقولوا عاوتاني بلي الا كان وجهك مشى فيه اللون وفيك لاسغن بزاف وليتي بحال كحاليتي شويه ولا شي حاجه، ولا خرجوا فيك ديطاش راه عندك دري. ولا كان وجهك صافي وزوين وكي يعني في واحد اللمعان وما نعرف شنو راه عندك بنت. دونك في الحاله ديالي انا مانيش ساغ بزاف، وجهي ما كحلش ليا بزاف، نبقى عادي. دونك غادي نقول بنت جوج نقاط دري جوج نقاط حتى هادو. المهم هادشي درنا غير في نطاق الضحك وصافي، هادشي كامل. انا صراحه ما كاينين شي حوايج اللي بصح وكاينين شي حوايج اللي ماشي بصح. حيت انا فاش هضرت مع الطبيبه قالت لي بلي لي زغمون هما اللي تيتحكموا في هادشي. مثلا البنت فاش تكوني حامله بالبنت تيكون عندك النيفو ديال البروجستيرون اللي هو الهرمون الانثوي تيكون عندك طالع بزاف، وفي هاد الحاله هو اللي كيدير داك الدوخه داك الردان وداك الشيء. لا توكسوبلازموز هي واحد المرضى كتجي من واحد لانفيكسيون ديال ان بارازيت. ياك هاد البارازيت فين تلقاه؟ البارازيت تلقاه في الاعشاب، في الفواكه، في الخضر، في اي حاجه كتنبت في الارض اللي كتكون بحال هكا في الارض. وتيكون حيوان خصوصا القطط والكلاب تيكونوا دازوا من هذيك البلاصه اللي فيها هذيك الماكله والاعشاب والخضره، و يعني قاسوها او بالوا فيها حشاكم او شي حاجه، وتيكونوا هو مرض من ديك التوكسوبلازموز. في الحاله العاديه من غير الحمل الا جاتك التوكسوبلازموز ما كيوقع لك حتى شي حاجه، حيت الدات ديالك كتكون ديك الساعه كتربي واحد المناعه كتولي ديك الساعه ايمونيزي. وقت ما جاتك مازال توكسوبلازموز كتعرفي تحاربيها. البنات اللي ما عمرهم ما جاتهم توكسوبلازموز قبل الحمل تيكون عندهم ان ريسك على البيبي في الحمل. علاش؟ لان في هذيك الوقيته في هذيك لا غروسيس الا شديتي التوكسوبلازموز وانت ما عندكش المناعه ديالها، ديك التوكسوبلازموز خطيره جدا على البيبي. اشنو كيدير ليه؟ كيخبق ليه الدم، يعني يقدر يتزاد البيبي فيه التوكسوبلازموز انت ما تعرفيش. فيه التوكسوبلازموز يبقى عام عامين ما كيبان فيه حتى حاجه، حتى كيكبر طيسر كيمشي ليه الشوف او كيمشي ليه السمع او كينوضو فيه شي حوايج الداخل ديالو كيمرض، يعني كيجيو دي مالادي خايبين. الله يستر، الله يحفظ لنا وليداتنا يا ربي. كلشي كيجي يقدر يجي من بعد. داكشي علاش البنات اللي ما عندهمش اللي ما عارفينش واش عندهم ولا ما عندهمش المناعه ضروري الطبيب او الطبيبه غتقول لكم تمشيو ديروا تيست ديال الدم. الا كانت عندكم مناعه مزيان ما عندكمش مشكل، الا ما عندكمش المناعه بحالي انا انضموا الي. خصنا نردوا البال بزاف، نردوا البال بزاف في الماكله. الماكله نقلوا بزاف الماكله ديال الزنقه، مثلا اي حاجه
اي حاجه يعني ساندويتش فيه الخس او فيه شي حاجه في الخضره، انت ما تعرفيش واش نقيه ولا ما نقيهش، واش مغسوله ولا ما مغسولهاش مزيان. فواكه ما تاكليهاش ما مغسولهاش نهائيا، ما تاكليش فواكه ما مغسولهاش. من الاحسن ان الفاكهه ديالك تغسليها وديريها في الماء، وديري لها الخل الابيض وتخليه مزيان في داك الماء، من بعد تشليه مزيان وتحط يعني تغسليه مزيان مزيان مزيان. ومن الاحسن تحيدي كاع داك القشره. انا كنحيد القشره معظم الاحيان حيتاش كنخاف يعني، غير من باش نحيد الشك وصافي. حاجه اخرى اللي كنساوها هي اللحم او الدجاج اللي كنطيبو، خاصهم يكونوا طيبين مزيان، والدجاج يكون مغسول قبل ما يطيب. اللحم او الكفته تكون مغسوله تكون طيبه مزيان، ما يكونش داكشي ما طيبش، ما يكونش داكشي خضر، ما يتكاش خضر، حيتاش خطير جدا على صحتنا وعلى صحه وليداتنا. اخر حاجه اللي غنقولها لكم هو التوكسوبلازموز. الطبيب ديالك غادي يقول لك كل مره غادي تجي عنده يومين قبل ضروري تمشي ديري تيست ديال الدم، تشوفي شنو عندك، تشوفي واش كاينه ولا ما كايناش المناعه. هادشي اللي كاين على التوكسوبلازموز. دابا غندوزو للاسئله ديالكم. لعائشه زهره الريحان، سلام اختي، بغيت نسولك واش في هذه الفتره ما كتحسيش بالحموضه وشنو هو العلاج ديالها؟ الحموضه نهضر على عتاهي، حيت بزاف الاسئله جاوني على الحموضه. الحموضه الا كنتو كتهضروا على الحموضه يعني داك الحرقه اللي كتجيكم ديال المعده، على حسب داكشي اللي انا عارفه وعلى حسب الاكسبيريونس ديالي وداكشي اللي عندي في راسي، دونك قبلوا عليا. الحموضه كتجي في الحمل، خصوصا كتجي في الاخر ديال الحمل، فاش تكون كرشك كبيره بزاف وتيكونوا كاع الاعضاء ديالك طلعوا للفوق، يعني المعده كتكون عندك في الصدرك، وغير كتاكلي شي حاجه دغيا كطلع لك ديك الحموضه ديال المعده. الحموضه ما عندهاش شي علاج، خاصك غير تعرفي شنو تاكلي شنو ما تاكليش، وتبقاي تحضي على الماكله امتى تاكلي امتى ما تاكليش. حاجه اللي مهمه ان كرشك ما عمرها ما خصها تكون خاويه، حيت فاش كتكون خاويه عاد الحموضه كتزيد وداكشي تيطلع لك الفوق. دونك ديما تاكلي شي حاجه، ديما كرشك تكون عامره، واخا تكوني كتاكلي كل ساعتين تاكلي شي حاجه خفيفه شي ديسير او شي حاجه. انا كانت عطاتني الطبيبه شحال هادي واحد الدواء سميتو غافيسكون، كيتشرب فيما كتحسي بالحرقه كتشربيه، ولكن تلمو انا كنت في الحرقه بزاف كنت كل ساعه كنشربو، يعني ما بقاش كيدير فيا المفعول ديالو، ما بقاش عندي كاع المفعول ديالو. كاين حتى كيتباعو حتى دي بحال دي تيوب صغيورين تديهم معاك فيهم بحال معلقه كبيره ديال داك غافيسكون، تكوني في الخدمه ولا شي بلاصه تحسي بها دغيا كتمصيها وكتشربها كتقضي الغرض. كانوا تيقولوا لي ناكل مطيشه كانت بالعكس كتزيد لي الحرقه، دونك انا شخصيا ما كنصحش تاكلي المطيشه. اللي تقدري تاكلي باش تحيدي داك الحرقه بحال الخيزو بحال الخيار، تاكلي فرماج فرماج مثلثات بحال لاغوشكيري، تاكلي وحده كتقضي الغرض هذيك الساعه. حاجه اخرى هو الحرقه اللي كتجي في قبل ما تنعسي، هذيك هي اللي ما كنتش كنحفظ هذه الحاله، كنصح انك تحطي حداك واحد البواطه فيها دي بيسكوي صالي او شي دي بيسكويات بحال هكا، ماشي حلوين، يكونوا مالحين مش مالحين بزاف عاوتاني، غير قبل ما تنعسي قبل ما تحسي بالحرقه تاكلي وحده. وفاش ضربك الفيقه بالليل فاش مشيتي تبغي دير بيبي تاكلي وحده، يعني كرشك تبقى دائما ما تخليهاش تكون خاويه. ما عندك غير الصبر وكرشك ما تعمريهاش بزاف بالماكله حيت حتى هو كيتسبب بالحرقه، يعني تاكلي وجبات خفيفه كل ساعتين في النهار كامل. كاين حتى البابايا حتى هو كيعاون على الحرقه كيحيدها، يعني هادشي اللي تقدري غير تحكمي في الحرقه شويه شويه وصافي، ما يمكنش تحيدها كامله، وكاين شي دواء اللي تقدري تاخدي اللي قضي عليها دقه واحده. ام وليد اماني، سلام حبيبه ربي يكملك على خير امين حسنتي، واش مازال ما شفتي جنس الجنين وهل عندك الم في الظهر؟ نعم جاوبنا على هذا الشيء قبل، شفت جنس الجنين وعندي الم في الظهر بزاف، دابا جالسه وكنوالها غير صابره. رميساء راضي، سلام حبيبه شكرا، بغيت نسولك حتى انا دخلت في الشهر الرابع وكضرني العده وكنحس بكرشي منفوخه، بغيت نسولك واش ممكن ناخذ النافع مطحون؟ عافاك جاوبيني لا وياك تاخذي النافع، ما تاخذيش النافع، عندك النافع والزعتر حيديهم حيديهم، ما تاكليهمش نهائي، ما تقربيش ليهم خطيرين جدا. النور صافا، واش بدا الجنين كيتحرك امتى خصو يتحرك؟ شكرا لك تنموت عليك. شكرا حبيبه. في الاسبوع 15 اللي عندي انا، ولكن يقدر يتعطل يقدر يجي بكري، يعني نورمالمون ما بين 4 شهور 5 شهور راه تبدي تحسي به.
سعاد اف قروش، عافاك اختي، نتمنى تجاوبيني، واش في البدايه ديال الحمل ديالك ما جاكش كاع الوحم؟ حيت قلتي مشيتي عند الطبيبه شكيتي واش حامله، واش من اسبوع وليتي كتكرهي الماكله ديالك؟ اسبوع 5 6 7 ما كنتش كنحس براسي حامله، يعني عرفت راسي حامله ومشيت عند الطبيبه وكلشي، ولكن ما عندي حتى شي اعراض، ما فيش الرضاعه، ما فيش الدوخه، ما فيش لحم، كناكل ماكله عادي. تدخلت الاسبوع 8 وبصح كنت قلتها للطبيبه، قلت لها عافاك شوفي ليا واش باقي حي ولا لا، حيت ما كنحس بتا حاجه. دخلت الاسبوع 8، ما بين 8 و 9 اللي بديت كنكره ماكلتي وبديت كنتوحم غير في الماكله، يعني ما بين 8 و 9 لدابا. سهام انسل، انا حامل في الاسبوع 19 الحمد لله على كل شيء، ما سبب اعراض الحمل؟ سبب اعراض الحمل ما عرفت سبب اعراض الحمل، نقولوا الهرمونات، نقولوا انه كاين واحد الكائن واحد اخر في كرشك، هذا سبب كبير عندي انا. انا كي كتكوني الحياه انت الجسد ديالك كيكون الحياه، ما يمكنش تكوني الحياه وما كاين حتى شي اعراض، ضروري يكونوا الام، ضروري يكونوا دي سامبتوم يضرك راسك ولا شي حاجه، يعني حيتاش ذاتك، عرفتي غير تخيلي معايا، راه حنا كنساو هاد القضيه، ذاتك كتكون مخلوق جديد، واحد المخلوق اللي ما غيشبه حتى شي واحد في الدنيا، وبوحدو كاين في الدنيا، ما عمر شي حد ما غادي يجي كيشبه لك الانسان. يعني راه فاش كتبغي تفكري في هاد الشيء راه كتقولي سبحان الله، كتقولي واو واش ذاتي قادة دير هاد الشيء. فاتياك، شكرا بزاف على المعلومات، كنستافدو منك بزاف. عافاك دولينا على التوكسوبلازموز، يعني هاد النقطه حيدناها هضرنا عليها. يسرى فلاح، حبيب الله يكمل بخير امين، واش بديتي كتحسي بلي مومون بيبي؟ وي. واش في 13 سيمين ممكن لو سيت بيبي اللي قالنا الطبيب يكون فيا؟ ميرسي بيزو. سورتو لا ادليك يقول لك 100% بنت ولا ولد في 13 سيمين كتكون سور؟ لا ما كتكونش سور في 13 سيمين، ما يمكنش يكون سور، صوف الا كان ولد. الا كان ولد باين تش الاعضاء التناسليه ديال الولد راه باينين، الا بانوا ليه في ليكوغرافي ما بين رجيلاتو راه صافي، راه ولد. يقدر يكون مهم 13 سيمين، ما نقدرش نقول لك انايا 100%، حتى طبيبتي انايا ما تقدرش تقول 100%، ديما كتقول ليا 70% 60%، يعني واخا هكاك تيكون واحد شويه ديال الشك، خلي صبري شويه، صبري تال 6 ولا 7 سيمين، الا كان دري راه غادي يبان، الا كانت بنت غادي تبان، ان شاء الله خير. هين شاكري، واش عرفتي لو ساكس ديال البيبي؟ انا فايتك بسيمانه، عندي 16 اسبوع. وي عرفتو. سلام، شنو مليكه؟ سلام، شنو سميت جينيكولوج ديالك وفين ولتي لا بروميير فوا؟ سميتها دكتور جنان بوشرا، كاينه في حي الرياض في الرباط. المره الاولى ولدت في كلينيك خشاني ديال الدكتور خشاني، ملي عمرني ما غنرجع لها. فرح ريحاني، سالو، انا دابا في سيمانة 16، يعني دخلت في الرابع، هذا اول حمل ليا بعد 6 سنوات الحمد لله وشكر لله. بغيت نسولك دابا ما بقيت كنحس بوالو، امتى غنحس بحركة ديال الجنين؟ ما بقيتيش كتحسي؟ يعني كنتي كتحسي ما بقيتيش كتحسي؟ لكن هذا هو السؤال ديالك، دونك ضروري انك تمشي تشوفي الطبيبه وديري ليكوغرافي تشوفي واش كلشي مزيان، ولما كانتش عمرك ما حسيتي وباغا تعرفي امتى غتحسي. لكن اول حمله ديالك ماشي مشكل، 16 سيمانه راه باقي الحال، تسني حتى 5 شهور، ديك الساعه سيغ 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 غتبدي تحسي بالحركه ديال البيبي. عبد الصمد بدر الدين، ما عرفتش واش مرا ولا راجل. سلام اختي، حتى انا حامله في 4 شهور، بغيت نسولك اين كلينيك غتولدي فيه، و حتى نعرف حتى لي بري. مازال ما عرفتش الكلينيك اللي غنولد فيه ومازال ما عرفتش لي بري، ولكن ملي غنعرف غنهضر لكم على هذا الشيء بالتفاصيل. تسنيم سنوما، نيفكك على خير، سؤالي هو اللي كيسولوه بزاف، الحموضه صافي هضرنا عليها. تسنيم ما تخافيش. شيماء ميك، بونسوار مون شيري، سي شيماء، ستوبلي واش الواي فاي عنده شي اضرار على الحماله؟ ميرسي. والله ما عرفتش، انا عارف لي اصلا الواي فاي اون جينيرال عنده ضرر علينا، حيت كي ايميتي دي زوند اللي يقدروا كياثروا علينا، كياثروا على اعصابنا، كياثروا على دماغنا وشحال من حاجه. ودائما تيقول لك من الافضل بالليل ولا فاش ما تكونيش كتستعملي الواي فاي انك تطفيه، من الاحسن.
انا قلت ما انا ما يمكنليش نجاوبك واش عنده ضرر ديريكت على الجنين ولا لا، ما عرفتش الله اعلم، نقلبوا عليها من بعد. رانا شايف ونسيت نسول واش حمض الفوليك كيضر في المعده ولا لا، نتمنى تجاوبيني. لا لا، الحمض الفوليك واخا كيقولوا لي حمض ولكن ما كيضرش في المعده، صوف الا خديتيه بوحدو على الجوع كيف ما اي دواء اي فيتامين خديتيه على الجوع راه غيضرك. مريمان حبيبه انا حامله وما عطاتنيش الطبيبه فيتامين، كناخذ جوست لاسيد فوليك، واش عادي ولا لا؟ عادي، حيتاش عندي انا اختي حتى هي حامله، انا وياها حاملات دقه واحده، حتى في الحمل الاول كنا حاملات دقه واحده، و ما كتاخذش لي فيتامين حيت قال لها الطبيب اللي ما تحتاجيش تاخذي لي فيتامين. اذا كانت الماكله ديالك زعما متنوعه وكتاكلي الخضره بزاف وكتاكلي الفواكه بزاف ما تحتاجيش، ولكن هذا الطبيب واحد، انا طبيبتي قالت لي تحتاجي وانا كنشوف راسي محتاجه، حيت انا من داك النوع اللي ما كياكلش كلشي، كنبقى نتخير في الماكله في داك الفشوش ديال والو، ما ناكلش اللحم ما ناكلش هادي ما ناكلش الحوت وداك الشيء كامل، كنشوف بلي انا بلا حمل خاصني ندير فيتامينات حتى نكون حامله، دونك ضروري انا كناخذ الفيتامينات، ولكن ماشي كل وحده ضروري انها تاخذهم. بالعكس كاين حتى واحد قريت واحد لاختيك ليلى، العيالات اللي كياكلوا لي فيتامين بزاف يعني كيكثروا منهم كياخذوا بزاف ديال الانواع كيمرضوا عادي، حاجه فاش كتكثري منها او كتنقصي منها كاع ضروري غادي يتسبب منه امراض او مشاكل من بعد، يعني ما يكونش اوفر دوز ديال الفيتامين وما يكونش نقص في ديال الفيتامين. يعني انا حيت الحمل الاول كان عندي نقص في الحديد ونقص في بزاف د الحوايج، داكشي علاش كناكل لي فيتامين. انتيا كتاكلي مزيان، كتاكلي اللحم كتاكلي الخضره مزيان كتاكلي الفواكه مزيان كل نهار في كاع الوجبات ما تحتاجيهمش، والعكس صحيح. فاتي ياك شكرا بزاف على المعلومات كنستافدو منك بزاف، عافاك دولينا على التوكسوبلازموس هضرت عليها. خوله رينا سلام زوينه، جيسبر تكوني مزيان وما بقاش ليا بزاف الولاد، عافاك بغيت نسولك واش ممكن نصبغ شعري ابري لا غروسيس، عافاك جاوبيني. انا في نظري ممكن، حيتاش كنت سولت شحال هادي وانا براسي كنصبغ شعري في لا غروسيس ومن غير لا غروسيس، حيتاش دابخي داكشي اللي كنعرف انا وداكشي اللي قريته الصباغه واخا يعني كنتي غتصبغي غير تحت شعرك ماشي مشكل، الا كنتي خايفه من الريحه ديري شي حاجه على نيفك، الا كنتي غتصبغي لي غاسي عرفتي عاوتاني مشات الشميشه ومشات الضو، الا كنتي غتصبغي لي غاسين قريت واحد لاختيك اللي كيقول لك لي واخا تصبغي لي غاسين واخا الجلده الفروه ديال الراس تكون ابسوربات شويه ديال ديك الصباغه، القليل فيها اللي من داك الكميه اللي كيمشي للدم وعاوتاني قليل فيه اللي كيوصل للجنين، يعني سايتي ديكلاري ان الصباغه ماشي مضره في لا غروسيس، ولكن كان دائما كنقولها من الاحسن حاجه اللي فيها الشك بلا ما تمشي ليها. ابري لا غروسيس ما كاين مشكل، حيتاش ما بقاش عندك واحد لوليان ديريكت ديال الدم مع الجنين ديالك. فوالا ساليت الاسئله، نتمنى انني جاوبت على كاع الاسئله ديالكم، عندكم اسئله اخرين خليهم في لي كومونتير السيمانه الجايه غادي نجاوب عليهم ان شاء الله. اللي بغيت نقول لكم هو غنبدا ندير جوج فيديوهات في السيمانه، غنبدا ندير وحده نهار الجمعه دائما ديال الحمل وحده اخرى على مواضيع اخرين، اما الثلاث اما الاربعه مازال ما عرفتش، المهم غادي نشوفوا السيمانه الجايه كي غادي ندير. اللي بغيت نسولكم هو شنو هما الفيديوهات اللي كتهتموا بهم بزاف، المواضيع اللي كتهتموا بهم بزاف باش نديرهم في فيديوهات في الفيديو الثانيه. مثلا لقيت بزاف ديال الناس كيبغيو يشوفوا لي روتين دو سوار روتين دو ماتان، ميك اب ديال النهار. مثلا نقدر ندير لكم كيفاش كندير هذا الميك اب، كنديرو كل نهار في اقل من 5 دقائق. كاع البنات اللي ما مساليينش اللي عندهم جسره، انا يوميا كنفيق الصباح مع 6 الصباح تنوجد الغداء للراجل والبنتي باش يديوه للمدرسه، كنصاوب الفطور وكنوجد لبنتي كنلبسها وكنقيها وكلشي، وكان انا كنوجد راسي باش نديها للمدرسه،
وهذا الشيء كامل كنديرو يعني هذا الميك اب كنديرو في قرن 5 دقائق. بغيتو تشوفوه نقدر نديرو لكم السيمانه الجايه. بغيتو تشوفوه روتين دو سوار يعني كيفاش كنحيد الميك اب وداك الشيء اللي كندير لي برودوي اللي كنستعمل قبل ما الناس وكيفاش كنعتني بالبشره ديالي حتى هي نديرها لكم. بغيتو تشوفوا روتين يعني كيفاش كندوز النهار كامل 24 ساعه معايا مثلا نقدر نديرها لكم واخا شويه صعيبه ولكن اللي بغيتوها نديرها لكم. شنو حوايج اخرين عطيوني افكار. بغيتو نهضروا على مواضيع لا علاقه بالجمال وهذا الشيء مثلا كيفاش كيفاش تكون عندك لا كونفيونس اون سوا كيفاش تكوني انديبوندونت كيفاش شنو مثلا انا لواحد الموضوع اللي دائما تبقى لي دائما في راسي واللي ما كنشوفش بزاف كيديروا البنات في يوتيوب هو المراه اللي البنت اللي يلا غادي تجوج شنو خاصها تعرف شنو هما لي لوسون اللي تعلمنا حنايا اللي دابا عندنا ليكسبيريونس شويه اللي نقدروا نعطيو لهاد البنات اللي مقبلات على الزواج كيفاش تتعامل مع يعني كيفاش تكون علاقه زوجيه تكون مزيانه. كاين بزاف ديال المواضيع من هادو اللي قلت لكم انا وحدين انا موضوع بغيتو تشوفوه السيمانه الجايه. خليوه ليا في لي كومونتير وان شاء الله نفيلم لكم فيديو غدا ولا من بعدو ونحط لكم اما ثلاث اما الاربع وكيف العاده نهار الجمعه فيديو ديال لا 17 ثمان اسبوع 17 ديال الحمل. شكرا بزاف البنات على المتابعه ديالكم وعلى الكلمات الزوينه ديالكم والادعيه ديالكم وكل شيء. انا توحشت نهضر معكم وان شاء الله تلقوني في انستغرام وغادي نتلاقاو ان شاء الله قريبا جدا. دونك لا غادي نديروا ثلاث ولا الاربع فيديو جديد من الاختيار ديالكم نتوما. تهلاو فراسكم بزاف. باي باي.